الدراما صفقة ال 44 مليار للاستحواذ على تويتر يبدو أنها ما رح تنتهي وشكلها ما رح تنتهي على خير. فالواضح أنه في فجوة أو أنه فجوة الخلاف بين إيلون ماسك وشركة تويتر في اتساع، والآن الدراما ضاعفت بعد ما رفع مستثمرين في تويتر دعوى على ماسك بيتهمه بالتلاعب بسعر أسهم الشركة والتربح وتحقيق مكاسب شخصية، وقالوا أنه تصرف بشكل غير مشروع وتلاعب بالسوق من خلال تغريدات مضللة خلقت فوضى بتخالف القوانين التجارية لكاليفورنيا. وفي مقابل هذه البلبلة اللي عملها تربح هو ووفر على نفسه 156 مليون دولار، وزي كأنهم بيتهموه أنه ضحك عليهم عشان يرخص الصفقة أو أنه يخلع منها بالمرة. بالمناسبة التغريدات وتصريحات ماسك اللي قصدهم عليها هي زي هذه اللي كان بيصر فيها أنه يحصل على ضمان يثبت له أن نسبة المستخدمين الوهميين أقل من 5% بس، وإلا ما رح تكمل الصفقة. ورد تويتر على شرط ماسك أنه من الآخر ما في شيء يجبرنا نثبت لك غير بياناتنا الرسمية اللي سبق وأطلعناك عليها، وإذا أنت مو مقتنع فيها فيعني بيقولوا له المشكلة مشكلتك. ومن وقتها بدأت الخناقة بين الاثنين. طيب الجدير ذكروا أيضا أنه من وقت الإعلان عن الصفقة نزل سهم تويتر وكمان أسهم التكنولوجيا في الانخفاض، حتى تسلا نفسها اللي بتمثل الغالبية العظمى من ثروة ماسك هي كمان تراجعت. بس على فكرة صحيح أنه المستثمرين رفعوا دعوة على ماسك، لكن كمان هم مراضين على تويتر وقالبين على الشركة ووصفوها في دعواهم بالمدعي عليه واعتبروها بتتحمل المسؤولية هي كمان وملزمة أنها تحقق في سلوك ماسك. عموما إيلون ماسك ما رد على الدعوة ولا حتى علق عليها كأنها مو فارقة معه وآخر همه. فاللي متابع حسابه على تويتر بيلاحظ أنه مركز مع ناس تانية وفاتح النار عليهم وجالس يرمي كلام لبيل جيتس وجيف بيزوس، حتى النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز هي كمان جرها لخناقة وهاجمها بعد ما نشر استطلاع بيسأل المتابعين بتثقوا بمين أقل، بالمليارديرية. أنا يعني ما ليش أول كلمة دي أول ما تتجمع عندي كلمة مليارديرات على طول خلاص أصحاب المليارات خليها أفضل، ولا السياسيين. 75% من اللي جاوبوا قالوا إنه ثقتهم أقل في السياسيين، يعني بيثقوا أكثر في أصحاب المليارات. ماسك لاحظ النسبة وعلى طول منشن النائبة كورتيز وتحداها توجه نفس السؤال لمتابعيها، لكن هي باختصار طنشته. وحقيقة مو دفاعا عن ماسك، لكن تراها هي هاجمته من قبل ما يهاجمها الآن. فالاثنين أصلا بينهم ماضي مناكفات متبادلة، لكن من وقت ما أعلن عن صفقة تويتر هي لقحت كلام عليه وقالت أنه سبب زيادة الكراهية في المنصات هو أنه أصحاب الملايين مسيطرين عليها في إشارة لماسك، وهو وقتها أخذها بسخرية وقال ونكت كده لا تغزليني أنا أخجل. راحت أحرجته وقالت له كنت أقصد مارك زكربرغ، وبعدين اتهمت ماسك بالغرور وأنه شايف نفسه. وهذه مو أول مرة توصفه بالغرور، فسبق ورمت له هي وهاجمته بأمور ثانية، فهو زي بيرد لها التلطيشات السابقة. على العموم استطلاع ماسك لمتابعي فتح أبواب نقاش وردوده كانت جريئة وبصراحة شديدة. فلما بريجيت جابرييل وهي سياسية أمريكية من التيار المحافظ سألته وقالت له أو علقت عليه وقالت له إحنا أو أنا بثق فيك لكن بالتأكيد ما بنثق في جيتس، قام هو رد عليها وقال لها أنا كمان زيك ما بثق فيه لأنه ما بيثق في تسلا. وهنا قصده أنه جيتس في تصريحاته دايما بيشكك في تسلا وبيتوقع انخفاض في أسهمها، رغم أنه جيتس مدافع عن المناخ ومحب للسيارات الكهربائية. وفي حلقة الخميس تكلمنا بالتفصيل عن الخلاف اللي صاير بين ماسك وجيتس. ماسك كمان ما جامل جيف بيزوس مؤسس أمازون، فلما اتسأل ماسك عن رأيه في بيزوس وأنه هل بتظن أنه رجل جيد بشكل عام، جاوب ماسك بجواب معناه أنه he's fine أو أنه هو كويس لكنه بيحتفل كثير ومضيع فلوسه في الوناسة، فلو من جد عنده رغبة أنه ينافس في سوق الإنترنت الفضائي ورحلات استكشاف الفضاء لازم يشد حيله ويبطل احتفال ويشتغل أكثر.